المهندس حازم عبد العاطي من مجموعه الجمهوريه الجديده. النهارده كان ابرز المتحدثين عندنا زي ما حضرتك شفتوا كان الدكتور جورج الاستاذ جورج اسحاق بالاضافه طبعا الى الاستاذ الدكتور حسام عيسى، وهم مؤيدين فكره ان احنا يبقى في توحد، او ان هو يعني الدكتور حسام عيسى بس ما كانش لسه كلام حضرتك زي ما شفت حضرتك، هو شرح البلد عامه محتاجه ايه وايه اقتصاديات البلد ومحتاجين نمشي ازاي في الفتره اللي جايه سواء اقتصاديا او سياسيا او تعليميا، وركز زي ما حضرتك شفت طبعا على محور التعليم. كذلك استاذ جورج اسحاق طبعا معروف ده شخصيه يعني عامه رائعه طبعا، يعني تشرفنا احنا باللقاء معاه، وطبعا برده يركز زي ما الدكتور حسام برده على موضوع التعليم، وكان عاجبه الموضوع بشكل عام وان احنا لازم نبدا نقدم خطه، والفرق بينها وبين اي حاجه تانية انها خطه شامله ما هياش بس وثيقه. هل كان الدكتور البرادع كان المفروض يحضر هذا المؤتمر؟ يعني طبعا دكتور برادعي كان هيشرف اي مؤتمر يحضر فيه، لكن هو كان دكتور برادعي ده هيبقى ان شاء الله مرحله ليتر لما نبدا المؤتمر ياخد الشكل النهائي بتاعه او الصيغه النهائيه بتاعته. هل المؤتمر القادم سوف يكون فيه دكتور برادعي؟ يعني هي قائد البحث دلوقتي، وطبعا ده شيء شرفنا ان دكتور برادعي ده يعني من اهم الشخصيات اللي نتمنى انها تبقى موجوده معانا طبعا في اي وقت. مين الشخصيات الثانيه اللي متحضرين له للمؤتمر القادم ان شاء الله؟ يعني احنا نتمنى، احنا لسه ما حضرناش المؤتمر القادم، لكن طبعا نتمنى ان كل الشخصيات العامه اللي معروفه بفكرها وبطريقه تفكيرها العمليه والمعمليه زي ده دكتور البرادعي، دكتور حمدين استاذ حمدين صباح، دكتور حمدين صباحي، استاذ علاء الاسواني، كل ما هو يموت طبعا مع الاسف لاي حد لم يورد ذكره فهو غير قصد طبعا. انا هقول لحضرتك هل في الخطه ممكن من التيارات الاسلاميه المعتدله ممكن تدعو كل طبعا التيارات الاسلاميه مدعوه، لان هو زي ما حضرتك شفت هو المشروع ما هواش مشروع عن فكر يعني توحد وحيد حاجه في اتجاه واحد ليبرالي او اسلامي، هو مشروع وطني، الفكره فيه ان كل الناس توحد نرجع تاني زي ما كنا. انا لم ارى اليوم يعني من الشخصيات البارزه من التيار الاسلامي. ده عن غير قصد اكيد، وده هيتعوض المؤتمر الجاي لان احنا شرفنا، وكمان احنا كنا اوريدي دعينا حزب التيار المصري وحمله الدكتور ابو الفتوح. تمام. ودول مدعوين ودول كانوا حاضرين مع يعني حمله الدكتور ابو الفتوح تحديدا حضرت معانا المؤتمر اللي فات. بالتوفيق يا فندم، شكرا. شكرا.